عندي دروس؟ لا عم برقص. طيب مطول؟ شوي. طب ليك؟ شو رأيك؟ كان كيف؟ هيدا رقص تعبيري ولا شو؟ لا عم شم ريحة بارفان حطيت لك اياه. امل بليز وفري الانرجي تبعك، عندي وعي الساعة 6 بكير بدي روح نام. عن جد امل مش عم بمزح بدي نام. شو باب؟ عم تقصصني ولا ما بقى عندك سقفية؟ وليه عم بتفكري هيك؟ لأنه ولا مرة قطع علينا هالقد وقت. إنه قديش هالقد وقت ما عم بفهم؟ كلهم جمعة 20 يوم باب. شكلك حاملة على الكالكولاتريس وعم تحسب الأيام. إيه بس أنا تاركك حتى ترتاحي من بعد العملية. العملية صار لها جمعتين. إيه يا قلبي. وجسمك لازم يرتاح شهر بعد العملية. بس ما نصحني الحكيم هالنصيحة. أنا الحكيم وأنا عم بنصحك. طلع شفته؟ هو للشوفة شفته، بس أنا شو بأكد لأنك عم تاخذ الحبة المضبوطة. ولو ما شلت قدامك من العلبة. لا حملتيها وقلتي لي شفتها؟ عن جد؟ أنا ما بتوثق فيي؟ لو عم خطط أحبل ما كنت أصلا روحت. ما أنت المرة الماضية ما كنت عم تخططي. نسيتي؟ إذا هالمرة نسيت العذاب اللي تعذبته قبل بمرة بذكرني. على كل حال أنا مصدق. عم بمزح. بس صدقيني مش فاضي بهالأيام، راسي مطوش بغير محل. عم بقدم فحوصاتي وشغلي بالجامعة وعم بحضر حالي للسفر. أوكي. إذا هيك صارت، لا تجوز رجال غيرك لكان. ما حزرتي. لأنه أنا دغري بتجوز مال غيرك. استرجي. شو بتعمل؟ بقتلك. نامي نامي، ايش تضيعي لي وقتي؟ باب إذا عن جد بتخوني بقتلك. ممكن؟
بدك تاخذي مغنيسيوم مدام. اي حبتين بالليل قبل ما تنامي. ايه اهلا وسهلا. تغديتي؟ لا. ليكي بشرفك غيري هيدا الشيف اكله بالمره. الشيف ما بوشي، انت ما عندك نفس لانك مشتاقه للبروفيسور. منا مشتاقه له ولا شيء. معصبه منه. تخيل سافر بلا ما يقرب علي. كان إلنا شهرين عايشين مع بعض مثل الاخوه. غدا من وقت ما روحت صار انسان تاني، انقلب. ما بعرف يمكن عم ينتقم مني او يمكن بطل يوثق فيي. وشو كان تبريره؟ تبرير ما بيقنع الحمار. ساعة كرمالي تيرتاح جسمي من عملية الإجهاض، ساعة بيقول لي تعبان، ساعة بيقول لي مهموم وراسي مشغول. لأنه بيعرفك حمارة. قولك بطل يحبني؟ يمكن، بس الأكيد إنه ما بيعرف يعيش بلاكي، ما بيقدر يعيش بلاكي. يحور حيعيش بعيد عني 3 سنين. بيقدر يعيش بعيد عنك من بعد ما زبطتي له أموره ومصاريفه، بس مش بلاكي، لأنه بعده بحاجتك معنوياً ومادياً. ليه عطول بتشككيني فيه؟ ضروري لحتى تضلك متحضرة، لأنه بخاف إنك تنصدمي منه مثلاً من شي تصرف وتنهاري، لأنه تعلقك فيه مش طبيعي. بعبد عبادة. خلي العبادة لربنا، على القليل هو ما بيغدر فيكي. ها؟ أهلا أمسيس. شو قربوا المخصى؟ إيه والله، دقيقة بين المخصى والمخصى. أه يعني قربتي. يلا تفضلوا أوضتك جاهزة. أجيت أبال. ان شاء الله تولد عبكير. واصل عادل بعد شوي وبدنا نطلع نزور الضيعة. عنده أمل يربح؟ عنده أمل كبير، كلهم بيحبوه بيوثقوا فيه. بعدين المخاطير ورئيس البلدية داعمينه كتير منيح. بكره بصير عنا واسطة بالمجلس النيابي. المهم هلا تولد عبكير لأن ما بدي نطره. إذا كان بعد ما ولدت مش مشكلة، بيستلمها دكتور أسمر. ما عندها تالت ولد إلها وقربوا المخصات، ما بيسوى تطول بالليبر. انتي يا أختي خلص هلا أنا بستلمها، شو هالمشكلة؟